السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله أنا جاي أعمل معاكم محشي مشروم وكوسة وبصل، ومعاكم الفلفل. تعالي نشوف الخلطة مع بعض ونشوف إزاي أنا بحشي الحاجات دي وطريقة التسوية بتاعتها. تابعوا الفيديو لحد الآخر علشان تعرفوا التكات اللي تطلع معاك المحشي ناجح ومش مهري منك ولا بايظ، زي ما انتوا شايفين جامد وحلو كده ومسك نفسه منظر جميل قوي قوي قوي. يلا بينا نشوف المقادير والوصفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة أنا جاية لكم بوصفة حلوة بقى وجديدة وغريبة، وهو المحشي. بس هحشي حاجات مختلفة، مش عايزة أحشي ولا ورق عنب ولا كرومب اللي هو الملفوف ولا الحاجات دي كلها. أنا هحشي النهاردة كوسة. طبعا عندنا هنا في امريكا الكوسة بتكون كبيرة، دي يعني دي كانت واحدة كاملة كانت كده، وانا اللي قسميها نصين ومنضفاها. الكوسة ممكن لازم تخلي فيها حتة لحمة من جوه شوية لانها بتتهرى في النار، لانها بتكون شاربة مية كتير، يعني بذورها كانت جوه كتير فبتشرب مية كتير فبتتهرى. علشان ما تبصي منك الكوسة لازم تكوني سايبة فيها حتة لحمة من جوه. وهحشي معاكم فلفل ملون، الفلفل عندنا كده فلفل ملون، وهحشي فلفل حامي. والغريبة بقى بتاع النهاردة هو المشروم. انا بحشي المشروم معاه، بيبقى فظيع ورهيب في الحشوة، جديد جدا وحلو قوي وطعمه جميل. ممكن تجيبيه فروزن وممكن تجيبيه فريش، ده انا شلته وسبته فعشان كده غمق شوية. المشروم بالذات ما بيتعرضش للهواء، يعني يدوب بس بتشيل الجزء بتاعه بتحشي على طول، بيتمسح ما بيتغسلش. انا طبعا عشان شلته وسبته فغمق شوية، فانتي اول ما تشيلي الجزء اللي في النص على طول. انا شايفين كمان الجزء اللي من جوه ده، انا وسعت مكان للحشوة. هحشي النهاردة رز زيه زي المحشي بالظبط، وهحشي معاكم بصل. طبعا انا مش هحشي بصلايه زي دي، بس انا عايزه اوريكم. انا حطيت ميه تسخن على النار، وهقطع بصله كده، هقطعها من هنا كمان، وهتشيليها زي ما هي كده، تشيلي القشره. وشايفين ده الشق ده، انا هكمل الشق ده لحد جوه، يعني كده لحد النص بس، لحد هنا مش هتفتحيها كلها. هعمل ايه هنا؟ مجهزة انا مية سخنة حطها على النار، اهي مية سخنة. كل اللي انا هعمله ان انا هسقط فيها البصلة. طبعا البصلة انا مش عايزة البصلة تتهرق، انا مجرد بس ما القشرة من فوق تدوب شوية وتبدأ تفك على طول هروح شايلة القشرة بتاعتها، وحوريكم انا هعمل ايه. لحد شايفين هنا كده، شايفين البصلة بدأت يتشال منها، شايفين القشرة بتاعتها ازاي. كل اللي انا هعمله هاخدها واحطها هنا، كل ما تفصل القشرة، كل ما تحس ان القشرة اللي فوق فصلت هتاخديها. انا ما بسويهاش، هي لسه هتستوي في النار، انا يدوبك بس علشان لما اجي الفها ما تتقطمش معايا. زي ما انتم شايفين كده طريه، ممكن الفها بسهوله كده فما تتقطمش معايا. نفس الوضع، كل ما تتشال قشره برضو هعملها. الميه مش متضاف لها اي حاجه، انا مش ضايفه اي حاجه على الميه، انا مجرد بس بشوف القشره اهي، شايفين كده اهي، تحسيها كده بايدك كده تمام قوي، حلوة قوي القشرة دي اهي، وتسيبيها برضو تاخديها تحطيها على جنب، تسيبيها تبرد خالص وتستخدميها. والله الحشو البصل ده فظيع. انا بقى طبعا ما بحبش شوية الاكل التقليدي، يعني بحب كده اقعد اغير وبحب اجرب، يعني اشوف مثلا ايه الحاجات اللي ممكن تتحش الغريبة واجربها، نجحت معايا فبتلاقيني على طول اكررها بقى خلاص. يعني ساعات احنا روتين الاكل عندنا برضو بيبقى صعب قوي، يعني اما فاصوليا اما لوبيا اما بامية، لا نغير شوية يعني ما فيهاش حاجة، جربوا جربوا يعني التجربة حلوة.
يعني كل ما بتلاقي وصفة مثلا حلوة اعمليها بكميات مثلا صغيرة، ما تعملهاش بكميات كبيرة، اعمليها بكمية صغيرة على القد، ما تحاوليش تكتري فيها قوي، وجربيها. نجحت معاك وحسيتي ان هي بقت كويسة، خلاص على طول بقى تبتدي تروحي عاملاها بعد كده بكميات كبيرة. يعني التغيير حلو والتغيير مطلوب. فانا طبعا المشروم ده، جربوا المشروم حلو قوي، حشو المشروم، وحشو المشروم، وعندك الحشو كمان اللي هو بتاع الفلفل الحامي جميل جدا، وحشو الكوسة مع بعض، كلهم مع بعض. انا كلهم بسويهم في حلة واحدة، انا ما بحطش كل واحدة في حلتها، لا انا كل واحدة ديها حلة يعني كله مع بعض، علشان ما اخدش وقت في التسوية، واسوي هنا واسوي هنا، ما بحبش اوسخ حلل كتيرة. شايفين تفصل كده، هتكرري كده طبعا مع البصلاية كلها، هتكرريها كلها، وهرجع معاكم نعمل الخلطة علشان نشوف الحشوة الحلوة بقى بتاعت المحشي، والتكات اللي موجودة اللي بعملها في خلطة المحشي اللي بتخليه حلو قوي. تابعوا الفيديو لحد الاخر علشان تشوفوا كل التكات اللي انا بقولها في المحشي. ورجعت لكم علشان اعمل معاكم خلطة المحشي. هعملها طبعا بطريقة بسيطة خالص، كلها في الكبة من غير تقطيع. كل اللي انا هحتاجه كوبايتين او 3 4 كوبايات حسب الكمية المحشي اللي انت عايزاها. يعني دول 3 كوبايات رز، انا غسلهم كويس جدا، منزلة منهم كل النشا بتاعهم وسبتهم يتصفوا وينشفوا شوية. هنا دول بصلتين كبار معاهم 3 طماطمات، ومعاهم قرن فلفل حامي، وهنا ده نعناع مفروم، وهنا حزمة كزبرة على حزمة شبت، على حزمة بقدونس، برضو مقطعهم كلهم مع بعض. كل اللي انا هعمله دلوقتي هعمل كله في الكبة، انا مش هعمل حاجة من غير يعني الكبة تبقى اسرع. هعمل ايه الاول؟ الاول خالص هضرب البصل مع 5 فصوص ثوم كده، ثوم كلهم هضربهم وانا عامهم. يعني انا بصراحة ما بحبش البصل يبقى كبير في المحشي، انا بحب انعمه شوية، بيبقى حلو الصراحة، بيبقى جميل جدا. يعني اهو هحط كل البصل وهضربه كويس في الكبة. حلو قوي القوام ده كده زي ما انتم شايفين بسرعة. هحطه هنا، ده الجزء اللي انا هعمل فيه الموف دي، هي دي اللي انا هعمل فيها الخلطة كلها. انزل كده، هرجع تاني اضرب معاكم الطماطم. هتضربي الطماطم مع قرن الفلفل كده مع بعض اهو، تضربي كله. طبعا انا بحب جدا خلطة المحشي، برضو هنزلهم هنا. انا كده هحط دي، سوري، هحط دي كده كله هنا. بس كده هحط شوية نعناع، مش هحط كل كمية النعناع، النعناع حلوة قوي، بيديله نكهة حلوة جدا يعني. وهحط شوية من الخلطة، انا بحب الخضرة كتير. وهحط معاه نص مثلا كمية الرز كده، انا لو احتجت بزود بقى ايه وانا شغالة، بحاول ازود مثلا الطماطم، بحاول ازود اللي انا عايزاه. انا مش ببقى عايزه، مش عايزه كل حاجه يعني تكون بالزياده، بحب كل حاجه اللي احنا طبعا في مصر
بنعمل لازم الخلطه بتاعتنا بتاعت المحشي تكون فيها خضره، يعني لازم تكون خضره، الخضره بتاعتها تكون حلوه قوي، بتكون كتيره ولازم يكون في طماطم، ولازم يكون برضو في بصل. في بعض الدول العربيه ما بتحطش خضره، بيحطوا بس بصل وحطوا بصل وبهارات ورز وليمون بس، ما بيعملوش خلطه زينا كده كتيره يعني. حلو قوي كده. هنحط بقى بعد كده عليه بقيه المقادير. انا حسيت ان الكميه شويه صغيره فكترت انا الكميه وكترت الطماطم، انا بحب الطماطم تكون باينه كده في المحشي. هحط عليه دي صلصه انا مسبكاها شويه على النار، هحطها كلها، وبرضو اخلطها كويس. انا كل ده لسه ما ضفتش اي بهارات اي ملح. طبعا مع الصلصه انا دوبت معاها واحده مرقه علشان تديها طعم شويه كده. تمام قوي. البهارات بقى اللي انا هضيفها عليها هي بهارات حلوه قوي، برضو لسه ما ضفتش اي مواد دهنيه. هحط نص معلقه كبيره فلفل اسود، حبه كمان، تنسيش ان انت حاطه فيه حاجات حاميه كتير. هحط معاه كمان معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره ملح. طبعا انت بتدوقي، لو احتاجتي ملح تحطي ملح تاني، ما احتاجتيش خلاص. وهحط كمان معاه كمون، الكمون برضو بيديله ريحة كويسة قوي كده، شوية كمون. وهحط برضو معاه دي بهارات مشكلة، طبعا معاه كده. وهحط معاه شوية زعتر، معاه كمان رشة ثوم بودر ورشة بصل بودر، ومعاه كمان جوزة الطيب، رشة جوزة الطيب، ومعاه كمان رشة هيل اللي هو الحبة هيل كده. والاهم بقى والعنصر العنصرين الاساسيين معايا هما رشة كزبرة، ده اساسي معايا. والاهم بقى من رشة الكزبرة هي البابريكا، البابريكا الحلوة دي هي دي اللي بتدي الحمار بتاع المحشي من جوه، بتخليه شكله احمر كده من جوه. بس هي دي البهارات اللي انا بستخدمها. برضو هقلب تقليبة كده لكل البهارات مع بعض، وهحط معاه معلقه سمنه بقى زبده، معلقه اي حاجه تكون بلدي يعني تديله ريحه. انا هحط معلقه وحبه كمان، ولازم احط له شويه زيت علشان يبقى مفرفر كده وحلو يعني. اهو ده الزيت علشان تبقى الرزايه برزتها كده ما يبقاش معجن معاكي يعني كده اهو. بس كده وهقلب المحشي كده، وهبدا احشي معاكم. طبعا انتي لازم تدوقيه، يعني تدوقي كده بطرف ايدك، تدوقي الخلطه بعد ما خلطتيها، هل محتاجه ملح، محتاجه قبل ما تبداي الحشوه لازم تظبطي اول خلطه، يعني عشان تطلع معاكي حلو لازم تظبطيها. انا محتاجه معايا شويه ملح كمان، هزود لها شويه ملح كمان كده، نص معلقه. وهبدا برضو اقلبها. اهو
وتدوقيها برضو، لقيتيها محتاجة تاني حطي تاني. ما هو لازم تظبطي الطعم بتاع الخلطة بتاعت المحشي كده. كده تمام قوي، اتظبطت قوي الخلطه. هبدا احشي معاكم الخلطه كلها. اول حاجه هحشي معاكم الكوسه. الكوسه هتحشيها كده، ثواني بس البس جلافز. هحشي كده المحشي، تدخلي كده بصبعك اهو، حاولي تدخلي الرز لحد جوه علشان طبعا اللي عنده كوسه صغيره يعمل، لان احنا هنا صعب قوي فين وفين لما بنلاقي الكوسه الصغيره. طبعا انا ما بملاش المحشي لحد الاخر، بسيب فراغ كده على اساس ان هو يعني لما يجي يستوي والرز يعلى وكده ما يبوظش معايا شكل المحشي. اهي كده هرجع تاني احشي معاكم واحده علشان البنات اللي بتتفرج لسه لأول مرة وحابة انها تتعلم كده. وتدخلي كده، بصي بصبعك كده على اساس تدخلي كل الرز يبقى لحد جوه كده اهو كده. وانتي بتعمليه برضو يعني تحاولي، هو بصي بينزل المية اللي موجودة فيه، يعني انا ولا بحطه صفيه على حاجة ولا اي حاجة، انا بنزله بصفيش غير لما باجي اعمل ورق العنب او الكرنب بحطه في مصفى وبحاول ان انا اصفيه اهو زي ما انت شايفة كده. وتسيبي برضو جزء. هحشي معاكم حاجات بقى مختلفة. هحشي معاكم مثلا الفلفل كده برضو نفس الوضع. انا الفلفل اما باجي انضفه من جوه هو ما بيحتاجش مني الفلفل ده تنظيف كتير جدا، وخلي بالكم ما بياخدش سوا كمان على النار كتير. فعشان كده انت بترصي الكوسه بتحاولي يعني الحاجه اللي بتستوي برضو منك بتحاولي ترفعها شويه على فوق. هوريكم ازاي تقدروا تسووا كل ده مع بعض. برضو نفس الوضع حشيت كده وتسيبي برضو في فراغ. بصوا عايزه اقول لكم على حاجه، انا بسيب الرز بتاعته بحبها قوي، بتدي شكل يعني حلو بعد ما بخلص خالص، بتتقفل كده بتبقى شكلها حلو يعني في التقديم. برضو هحشي معاكم البصل. ده البصل اللي احنا عملناه مع بعض. هحشي ازاي البصل؟ بحط حبه كده، شايفين حبه رز كده، وتبدأي تلفي، ما بيتحطش كتير في رز، تبدأي تلفي وتروحي قطع اهو، بيبقى كده. ما تحطيش فيه رز ياما كده، هو بيكبر بينفش شوية اهو، بيعمل شبه الوردة. هحشي معاكم واحد كمان كده اهو، تحطيش رز ياما عشان ما يفلتش منك ويتفتح، هيتفتح كله اصلي ده ما هيستوي هينفش لسه شويه اهو كده، شايفه. برضو المشروم، شايفين حشو المشروم. المشروم بقى بالراحه خالص وانتي بتتعاملي معاه، لانه اصلا يعني مش حمل ان انتي تتعاملي معاه خالص، هو بيتفتح. فانتي برضو عايزه ارجع اقول لكم المشروم ما تحشوهوش كتير رز، هو مجرد بس تحطي كده يعني بصي مثلا حبه رز صغيرين وتحطيهم شويه بميتهم اهو، يعني ما تحاوليش تصفيه من الميه، الميه اللي بتخش المشروم دي مهمه، المشروم بيستوي بسرعه جدا اهو كده، شايفين ده حشو المشروم. هحشي كل الكميه اللي معايا وهرجع تاني معاكم اوريكم ازاي بنسويه، لان السوا بتاع المحشي مهم جدا. في بنات كتيره ما بتعرفش تسوي، او ستات كتيره ما بتعرفش تسوي المحشي، تلاقي يعني يا اما تلاقيه مهري قوي منها والرز ني، يا اما تلاقي يعني المهم بيطلع فيه حاجه غلط مش مظبوط معجن. فانا هوريكم ازاي تسوي المحشي ويطلع معاكم بقى ايه، يعني هتدعوا لي بعد ما تعملوا المحشي بنفس الطريقه اللي انا بعملها بيه. جميل جميل جدا يعني. يلا هحشي الكميه كلها وهرجع معاكم اسوي معاكم المحشي.
هنا انا صفيت علشان اللي اعمل الصلصة اللي هسقي بيها المحشي. دي الصلصة اللي نزلت من الرز، المية بتاعت حبة الرز. المهم حطيت عليهم شوية مية سخنة ومعلقة سمنة كبيرة ورشة ملح، ما حطيتش عليهم حامل لان انا حاطة قرن فلفل. ما بيحتاجش هو حاجات كتيرة لانها اوريدي متبخرة، يعني هي طعمها حلو يعني. وعليها علبة صلصة، هقلب كل دول، كل ده على البارد. الكوسة ما بستخدم لهاش صلصة سخنة، مختلفة عن البتنجان. الكوسة لازم تكون الصلصة بتاعتها باردة علشان ما تتهرش منك. طبعا هنا انا رصيت الكوسة زي ما انتم شايفين كده واقفة، والمحشي كله واقف، ما حطيتش حاجة نايمة. انا لسه ما رصيتش عليه ولا المشروم ولا البصل. كل اللي انا هعمله ان انا هبدأ اسقي كل المحشي بالصلصة اللي انا عاملاها كده. لازم توصلي الصلصة، يعني تحطي كده على المحشي نفسه، خليه يشرب شوية من الصلصة. طبعا انا مش هشغل عليه النار دلوقتي، انا هجهزه الاول وبعد كده هحط عليه هولع عليه النار. انا طبعا بسقيه الاول وبظبطه، وبعد كده هروح حاطه المشروم من فوق الوش. ما بياخدش سوى المشروم، ما بياخدش سوى معايا خالص، بياخد وقت قليل. فانا هكشف عليه، لو لقيته استوى هقدر اخده من فوق الوش، يعني ما حطوش في قعر الحل علشان ما يتهراش منك. زي ما انت شايفه كده انا بحاول بخلي بس نص، مش نص، ربع الحله. زي ما انت شايفين كده ربع الحله بتبقى فيها صلصه من جوه، يعني تخلي ربع الحله نفسه فيها فيها شويه صلصه من جوه. الصلصه بتاعتها ولا بتكون خفيفه ولا تقيله، زي ما انت شايفه كده وسط، ما بتكونش خفيفه ولا تقيله. طبعا علشان الشكل يكون معايا حلو هبدا اقفل كل الفلفل بالغطا بتاعه. لا ده الاورنج اهو، هتقفلي كله، هترجعي تاني تقفلي كل الغطا عشان يبقى بس الشكل كده يبقى حلو قوي وانت بتقدميه، يعني تبقى حاجة حلوة. هقفل كل الفلفل زي ما انت شايفين كده اهو، بعد ما بسقي على طول اروح مقفلة، مينفعش اقفل وبعد كده اسقي، مش هيستوى معايا من جوه كده اهو. اهم حاجه يكون متزنق كده في بعضه، يعني ما يفضلش يروح علشان ما يطلعش منه الرز ويبوظ معاكي كده. كله تمام، هبدا ارص المشروم والبصل كده. ترصي المشروم والبصل اهو، ترصيه كده فوق الوش بس، وبرده هسقيه برده بنفس الصلصه اللي معايا اهي. حطي كده كله يبقى في حلة واحدة. طبعا هتشغلي بعد كده، بعد ما تخلصي كل ده هتشغلي، هتغطيه وتشغلي عليه النار وهتسيبيه يغلي اول غلوة، يغلي اول غلوة، بعد كده هتبدأي تهدي عليه خالص، يعني تسيبيه بقى يستوي. كل شوية طبعا تبقي تكشفي عليه تشوفيه استوى ولا ما استويش. هو اللي هتلاقيه استوى معاك الاول المشروم والبصل، هتروحي واخداهم على طول من فوق الوش، يعني تاخديهم تحطيهم في علبة او في طبق فوق من فوق الوش كده. اهو لو عندك طبعا حلة اكبر هيكون برضو احسن، لانه لسه لما هيكبر. هبدأ اسقيه كده، احاول اوصل الصلصة لقلب المشروم من جوه عشان يستوي بسرعة. هو ما بياخدش وقت خالص، يعني كل شوية تبصي عليه، لان المشروم هرجع تاني اقول لكم ان المشروم والبصل ما بياخدش وقت خالص في السوى، لان هو خلاص يعني الرز فيه هنا بيستوي بسرعة اهو كده. كفاية كده، هبدأ اعلي اولع عليه النار وهغطيه يغلي بس اول غلوة، وهبدأ اهدي عليه النار. شايفين كده، كده هو غلى اول غلوة، بقاله مثلا 5 دقايق. هبدأ، هو غلى حبة حلوين، فهبدأ اوطي عليه النار، توطيها وتغطي عليه. مش عايزه اقول لكم ريحه المحشي عامله ازاي، قلب البيت، قلب البيت بجمالها. هغطي عليه واسيبه بقى ياخد راحته خالص في السوا. خلصت
المحشي زي ما انتم شايفين حلو ازاي. مش عايزه اقول لكم على الطعم وعلى الريحه وعلى الجمال. بصوا محشه المشروم تحفه تحفه. جربوا الوصفه دي وان شاء الله هتعجبكم. لو عجبك الفيديو دوسي سبسكرايب واعملي لايك للفيديو وفعلي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في قناه البيت مع لولو. باي باي.